أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الأفوكاتو والقانون حياة. أمنية، ضحية جديدة من ضحايا التعذيب. موضوع أمنية انتشر قوي إن طفلة صغيرة كانت بتشتغل في أحد البيوت المنزلية الأعمال المنزلية العادية، وبعد كده تم الاعتداء عليها بالتعذيب والضرب. كلكم شفتوا الصور، أنا الحقيقة مش حابة أعرضها لحضرتك تاني، فتشوفها فتتضايق وكمان هتبقى مش حلوة في حق أمنية لما تكبر. لكن موضوع أمنية الحقيقة هياخدنا لأكتر من زاوية. أول ما ظهر موضوع أمنية على السطح والناس بدأت تسمع عنه، بدأنا بعض الناس قال لك بس ده قانون الأحوال الشخصية السب، أمنية هي ضحية الخلافات الزوجية بين الأب والأم. اتنين، ناس تانية قالت لا، ما هو أنتوا بقى ما تخلفوش وترموا في الشارع ولادكوا في الآخر تطلع تعمل مشاكل في المجتمع. زاوية تانية، مين اللي سمح إن أمنية تشتغل وهي في السن ده في بيت من البيوت؟ مين؟ ده القانون محدد سن للعمل. مين اللي خلى أمنية تشتغل الشغلانة دي؟ ومين اللي رماها الرمية دي؟ أبوها. الحاجة، الاحتياجات، أطفال كتير مش عارف تأكلهم إزاي وتشربهم إزاي، عملت كده؟ تتعرض البنت لكم الإيذاء البدني البشع اللي كلكم شفتوه؟ ده بس مش إيذاء بدني، ده كمان إيذاء نفسي. تطلع بتكره المجتمع. طفلة زي دي لما تنشأ في وسط هذا الكم من التعذيب في الآخر عايزها تعمل إيه؟ هتطلع كارهة للمجتمع. لما تطلع كارهة للمجتمع هيبقى رد فعلها تجاه المجتمع رد فعل عنيف. طيب أنا معايا ومع حضراتكم الأستاذة مروة الطحاوي، مؤسسة مبادرة أبناء على ورق. مساء الخير يا أستاذة مروة. مساء الخير دكتور أيمن، إزاي حضرتك؟ ومعانا كمان الأستاذة هالة أبو السعد، سيادة النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب. مساء الخير يا سيادة النائبة. مساء الخير يا دكتور، أهلا بيك وأهلا بكل المشاهدين. أهلا بحضرتك. دلوقتي إحنا قدام أستاذة مروة قدام واقعة تعذيب طفلة أمنية في أحد البيوت نتيجة إنها كانت بتشتغل عاملة نظافة أو بتساعد في البيت إنها بتشتغل فيه. يا ترى في سن معينة القانون بيسمح فيها بتشغيل الأطفال، ولا ده تجاوز، ولا ده من وجهة نظرك إزاي؟ ده تجاوز طبعا. مفروض ان الاطفال، ان هي طفلة 9 سنوات هي ملهاش عمل وملهاش ان هي تشتغل تبقى يعني يتم، ده نوع من انواع العنف حتى من اللي خدت القرار، حتى الام يعني. انا متهيألي اما نيجي نبص على القضية بتاعت امنية، هي فكرة كمان ان هي الاب يمتنع عن الانفاق وان الام تاخد القرار ان هي تخليها تعمل، ومفيش قواعد لحماية الطفل أصلا، حتى لو إن هي تنزل تشتغل وتتعرض للتعذيب الجامد ده جدا، في حين كمان إن كل الحاجات حقوق الطفل وكل حاجة بتقول لا إن هو ما تشتغلش في السن الصغير ده أبدا، يعني مش هتقدر تحمي نفسها أبدا. سيادة النائبة، يا ترى، أنا عارف وكلنا عارفين إن القانون المصري في سن معين لتشغيل الأطفال، وكمان في عقوبة على الشخص اللي قام بتعذيبها أو إيذائها، لكن هل يا ترى في عقوبة على الأب والأم اللي أهملوا في تربية بنتهم وسابوها تشتغل في السن ده؟ الحقيقة احنا كنا بنتكلم يعني خلال 4 أدوار التشريعية اللي فاتت عن قانون الأحوال الشخصية، ويمكن أنا من الناس المهتمة بهذا القانون بشكل كبير جدا، لأن في البداية هو خطأ جسيم واقع في أن يتم التضحية بهذه الطفلة بهذا الشكل، لأنها العقوبة في الحقيقة هنا جسيمة للغاية، لأنها مركبة، لأن دي طفلة لا يجوز لها إطلاقا العمل، رقم واحد. رقم اثنين، أن هنا إهدار شديد جدا في عدم الإنفاق على هذه الطفلة، وقدرة الأم على أن هي تنزلها للعمل بهذا الشكل، وان هي تضحي بهذه الطفله بشكل في الحقيقه ما يرضيش اي انسان ادمي ابدا على الاطلاق. طب اذا كنا بنتكلم عن ان الدستور المصري بيحمي في الحقيقه في الماده 51 ان كرامه وحق لكل انسان انه لا يجوز المساس بها وتلتزم الدوله باحترامها وحمايتها، فهذا الانسان ده هي طفله بريئه ليس لها الحق في العمل في هذا السن إطلاقا. حضرتك بتتكلم في الموضوع بشكله الشخصي لهذه الطفلة، لكن يمكن لا، أنا واخده ممر عشان أتكلم بشكل عام، يعني هو أمنية عشان تحط على السطح بس. عمالة المنازل بقى، كنت حضرتك قدمتي مشروع تقريبا في مجلس النواب عن هذا الأمر.
في الحقيقة لأن أنا شايفة إن هم غير. طب ما تقولي لي يا سيادة النائبة ملامح هذا المشروع إيه؟ يعني أنا في الحقيقة شايفة إن هذه العمالة هي غير متغطية، لم يتم تغطيتها قانونا وتوصيفها قانوني لأوضاعهم اللي هي موجودة داخل الملابس، وهي عمالة مهدرة، ورغم ان هي موجوده على ارض الواقع واحنا عندنا يمكن اعتقد 25% لا يقل عن 25% من البيوت المصريه موجود فيها عماله منزليه، والمقصود هنا مش العماله المنزليه هي الخادمات فقط مع احترامي ليهم جميعا، لكن هم ايضا حارس البيت والسايس الجراج، كل دي عماله منزليه موجوده على ارض الواقع لم تكلف الدولة تكلفة توظيف عمالة، وفي نفس الوقت إحنا مش قادرين نقننهم ونحتفظ بآدميتهم وحرياتهم الشخصية في هذا العمل. من حقهم طالما إن هم بيشتغلوا في عمل محترم وجائز وموجود على الأرض إن إحنا كمشرعين نقنن لهم هذه الأوضاع بما يتلائم مع آدمية المواطن المصري في هذه الشريحة. ناس كتيرة جدا حاصلة على مؤهلات عليا وبتعمل لدى ربات بيوت ومديرات منازل في أماكن كثيرة جدا في مصر، يمكن بس مش في المدن الكبرى لكن أيضا في الأرياف. من حقهم إن الناس دي يبقى لها تأمين صحي، وإن هي بعد عمر إن هي يبقى لها معاش لو حصل لها أي حاجة، من حقها إن هي دايما عاطفة في الأماكن دي عملها ومجهودها، إن الدولة كمان تشيلها في نفس الوقت، إن هي تأدي جزء من راتبها كنوع من التأمينات والمعاشات فيما بعد. إحنا لدينا هذه الشريحة الكبيرة اللي موجودة في مصر واللي بتعمل في بيوتنا كلها وبيوت ناس كثيرة جدا في مصر، ودول أهالينا ومن حقهم إن إحنا نحافظ عليهم، من حقهم إن إحنا نحافظ على العمالة، ومن حقنا أيضا إن إحنا نحافظ على رب العمل اللي هو اللي بيدخل له انسان هو مش عارف هو جاي منين، فبيسيب له بيسيب لازم يكون في تنظيم لهذه العلاقه بالضبط علشان بالضبط ما يحصلش مشاكل للطرفين. طيب سياده النائبه، سياده النائبه كان الاستاذه مهندسه مروه الطحاوي هي عامله مبادره اسمها اباء على ورق، كنت حابب حضرتك تسمعي معايا يعني ملامح هذه المبادره. اتفضلي يا استاذه مروه قولي لنا ايه ملامح المبادره بتاعت حضرتك. ملامح المبادره ان احنا تبنينا او اتكلمنا عن الفصيل بتاع اللي هم الأبناء الناتجين عن حالات الطلاق أو أبناء اللي هم أبناء المطلقين في مصر يعني، وإن هو إجمالي الأبناء اللي في محكمة الأسرة هم 9 ملايين طفل داخل محكمة الأسرة، وإن محاكم الأسرة بتستقبل حوالي 1,500,000 دعوة سنوية من خلال محكمة الأسرة على مستوى الجمهورية، والرقم ده مرعب يعني. فكرة إن في فصيل كبير اللي عامل لنا مشكلة واللي فيها من ضمنها المشكله اللي فيها امنيه او اللي اتحطت فيها امنيه اللي هو امتناع الاب عن الانفاق وان القوامه له في الانفاق، فاحنا تبنينا او اتكلمنا او عملنا سبوت على الجزئيه دي، ان ما بيحصل نوع من انواع العنف اللي هو عدم انفاق الاب اللي هو له القوامه بالانفاق على الاسره بتحصل فيها خلل ايا كان الخلل عامل ازاي. من ضمن انواع الخلل اللي حصلت اللي هو قضيه امنيه دلوقتي، ان هي طفله عندها 9 سنوات هي نتاج اب وام منفصلين، اتعرضت بسبب عدم انفاق الاب عليها، اوكي اتعرضت ان الام اضطرت ان هي تخلي البنت. المعطيات كلنا عارفينها، قولي لي المبادره في نقاط عشان سياده النائبه بس تسمعها معانا وممكن تتبناها. احنا عملنا مشروع، المشروع ده اسمه وثيقه حق الطفل المصري. هو دايما بيحصل ان الامهات اللي بتلجأ لمحاكم الاسره علشان تخلي الاب الممتنع عن الانفاق ان هو يقوم بالانفاق على اولاده، دايما بيحصل التلاعب في اليسار، الجزء بتاع يساره، وان هو ما فيش قانون يعني دايركت واضح يلزم الاب ان هو قاعده الانفاق دي، يعني هو لو ما انفقش طب خلاص انت لازم تثبتي يسارك. لحظه لا واحده، المحاكم المصريه تحكم بحاجه اسمها نفقه مؤقته. انا مع حضرتك يعني، أنا مش تستناش لغايه التحريات ما تطلع وتفصل في النفقه النهائيه، ولكن في حاجه اسمها نفقه مؤقته.
بس النفقة المؤقتة دي اللي هي بتتاخد من بنك ناصر أو من لا لا لا، النفقة المؤقتة تحكم بها المحكمة، ممكن بقى تتاخد من بنك ناصر، ممكن الزوج نفسه يوديها، لكنها بتبقى جزء من النفقة اللي هيتحكم بيها، بس بتحكم بيها المحكمة بداية مراعاة لحالة. أنا معاكي في حتة إن في تلاعب بيحصل من من الآباء وبرضه ساعات من الأمهات. والسرعة، احنا عايزين السرعة، يعني احنا عايزين. طب قولي لي مشروعك برضو بشكل واضح. اوكي، وثيقة حق الطفل المصري دي هي وثيقة عايزينها ان هي بنطالب ان هي تنضم الى عقد الزواج. فيها الطرفين الام والاب اللي هم داخلين على الزيكة، الزيجة بنقول لهم من فضلكم انتوا لما تيجوا تتزوجوا والزيجة دي يعني ينتج عنها اطفال، حضرتك مسؤول عن قوامتك، عن الانفاق، عن 1 2 3 4 5، وحضرتك مسؤولة عن الرعاية 1 2 3 4 5. هو الأب بنفسه في البداية بيحط يساره المبدئي اللي الأم تبتدي تشتغل عليه في حالة الانفصال، والوثيقة دي تبقى تبعة. احنا عايزين نعمل مؤسسة، المؤسسة دي اسمها مؤسسة أو مؤسسة أو مجلس، مجلس حق الطفل المصري. ده مجرد ان الأب والأم تم الانفصال، احنا بنتكلم ان الأطفال اللي تم الانفصال يعني اللي هم نتجوا عن حصل انفصال في الوثيقه دي يتبعوا هذا المجلس للرعايه، للتاكد ان هم عايشين كويسين وسلام، ما يشتغلوش في حته، ما يتعرضوش لاذى، ما يتمش تعذيبهم، ما يحصل لهمش حاجه، نحافظ عليهم. طيب نفس فكره. ايه رايك نسمع تعليق سياده النائبه على ملامح مبادره اباء على ورق؟ سياده النائبه حضرتك كنت سمعانا واحنا بنتكلم عن الملامح بتاعه المبادره؟ فعلا انا سامع حضرتك. اولا هي مبادره جيده جدا جدا يعني، لكن خليني الاحظ بس حضرتك الفت نظرك ان كان في هذا الدور التشريعي الحالي كان في تغليف عقوبه النفقه، عدم لا، وكمان في اللي هي وقف المعاملات الحكوميه للناس اللي مش كان كده. احنا قعدنا النادي بالكلام ده ومشكور سياده الرئيس ان هو الحقيقة أصدر هذا القانون، وده تم إقراره من الجلسة العامة وتم التصديق عليه. يعني هو أفضح قانون ساري الآن داخل المحاكم ويجب التطبيق به. فهو الأب اللي ما أنفقش على أولاده ده المفروض إن هو يتم تطبيق تغليظ العقوبة عليه، يعني دي مهمة جدا، هيتوقف له كل حاجة، يعني مش هيعرف يطلع رخصة، مش هيعرف يجدد بطاقة، مش هيعرف يعمل أي حاجة طول ما عليه نفقة مستحقة لأطفال. فدي نقطة في غاية الأهمية يجب ذكرها. أولا المبادرة أكثر من رائعة، لكن ولكني أتمنى إن أنا أقول إن إحنا حلو إن إحنا نضيف مع عقد الزيجة هذه المبادرة، لكن ونفهم الشباب اللي مقبل على الزواج هذه المبادرة وحقوقه وواجباته من الطرفين، لكن من البداية إحنا عايزين نوعيهم بمعنى كلمة حياة أسرية وعقد الزواج. هذا العقد هو عقد مش عايزه اقول هو عقد قدسي، وربنا سبحانه وتعالى اتاح لنا ان احنا نكون هذه الزيجه موجوده لانجاب اطفال واستمرار الحياه على الارض فقط، ولكنه هو عقد مقدس بالفعل. يجب ان احنا ندرك ده من شبابنا واولادنا من السنوات الدراسيه المبكره من ابتدائي واعدادي، لان في الحقيقه نسبه طلاق زي ما قالت كده استاذتنا وهي بتتكلم ان فعلا نسب كل شويه كل مرعبه، نسب مرعبه جدا جدا. انا عايزه اقول لحضرتك انا شفت عدد من الاباء الارامل انا معايا، ما انا لسه وعدد من المطلقات والمطلقين مرعبه. طب اسمحي لي يا سياده النائبه، اسمحي لي بس بمداخله صغيره عشان الاباء اللي بيشوفونا او الذكور النهارده اللي بيشوفونا ما يقولوش والله احنا متحيزين مع المراه ضد الرجل، لان في برضو احيانا امراه تمنع زوجها عن رؤيه اولاده، تمنع اسرته عن رؤيه الاولاد، فهو بيعاند ويمتنع عن سداد النفقه. هي محتاجه مشروع احوال شخصيه متكامل يدي يعني يعالج السلبيات اللي نتجت عن القوانين بتاعت حوار الشخصيه السابقه، لان هناك في الجانبين شكاوى، الزوجه تشكي ان الزوج ما بينفقش، ما بيصرفش على اولاده، الزوج بيقول انا اصرف ليه لما هي بتمنعني اشوف اولادي وبتمنع اسرتي انها تشوفها، وانا عايز اولادي يجوا عندي واستضافه، سن الحضانه، كل الامور دي معلقه ومتشعبه، واحنا في حاجه لقانون احوال شخصيه جديد. الحقيقه بضم صوتي لصوت حضرتك يا دكتور ايمن، فعلا احنا محتاجين قانون احوال شخصيه متكامل جديد
نبدأ بيه حياة جديدة، زي ما بنبني مصر نبني أيضا الحياة الاجتماعية المصرية من جديد. واسمحي لي برضو المهندسة مروة، باعتباري راجل قانون يعني مش مقدم برنامج، فكرة ان اعمل وثيقة ملحقة بعقد الزواج، احنا ممكن نعدل في التشريع نضيف بيانات لعقد الزواج علشان تبقى ملزمة، لكن وثيقة على جانب ده تبقى شوية يعني، افرض الزوج يساره تغير بعد الزواج، يعني هو مضى ان هو مثلا يساره مبلغ كذا لكن تغيرت الظروف، ما الحل؟ طيب ممكن احنا اتكلمنا عن الجزئية دي وفعلا تم مناقشتها في ان احنا زي ما تم عمل الحد الأدنى للأجور والمعاشات في الدولة، فاحنا ممكن نعمل الحد الأدنى للنفقات في محكمة الأسرة، الأطفال محكمة الأسرة. والفكرة بتاعت الوثيقة دي أصل هو هي النفقة لها معيار اللي تدور مع يسار الزوج أو إعصاره، يعني الزوج حسب دخله. هنا ما تقدرش المحاكم او ما يقدرش المشرع يتدخل ويحط حد ادنى وحد اقصى، لانها مرتبطه بيسار الزوج او اعصاره. طيب هو ممكن يكون حضرتك الدخل اللي هو هيحطه ده زي نقده، زي ريفرنس، زي جزء مرجعيه مبدئي يعني. مرجعيه نشتغل عليها. اذا كنا لو هو تعثر فخلاص هنرجع، ممكن يكون ان الحد الادنى اللي يبقى موجود في الدوله نرجع له ده، ان هو لو طبق فعلا على اطفال محاكم الاسره في النفقه ان احنا نرجع له، ان نقول مثلا والله لا ده هو مثلا كان دخله قد كذا، كان ميسور الحال، هو نرجع نقول مثلا لا نبدا من كذا، او القاضي يبقى قدامه على الاقل مرجعيه واضحه. احنا الفكره كلها ان احنا عايزين يعني تقصد يبقى في مرجعيه ولو حصل تغيير يقدم ما يثبت هذا التغيير. مفيش مشكلة. مهندسة مروة الطحاوي، مؤسسة مبادرة آباء على ورق، شكرا جزيلا لحضرتك. سيادة النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، اتفضلي يا فندم. عندك أي ليا تعليق بس نهائي يا دكتور بعد إذنك؟ اتفضلي. هي المبادرة في مضمونها ومفهومها رائع، لكن هي المشكلة مش في تطبيق المبادرة قد ما المشكلة إن ممكن نعيد صياغة هذه المبادرة داخل قانون الأحوال الشخصية. مظبوط. يعني أنا من الناس المهتمين، وحضرتك بتقول إن إحنا ممكن نبقى منحدين للمرأة، ده أنا المهتمين بشكل قوي جدا بتعديل المادة. لا أنا مش عايز المشاهد يتصور هذا الأمر، يعني أنت عارفة إحنا النهاردة عندنا حساسية في المواضيع دي، تيجي تتكلمي عن حقوق المرأة الرجالة بتزعل، العكس صحيح. شكرا يا ست. احنا في العصر الذهبي للمراه المصريه في الحقيقه، انا الرجاله دلوقتي بيقولوا احنا عايزين نتساوى بالمراه. الست النائبه هاله ابو السعد عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. موضوع امنيه دخلنا ولازم يدخلنا لموضوع مهم جدا وخطير. قلت لك موضوع امنيه هيلمس في اكتر من حاجه. الحاجه الاولانيه التشغيل الاولاد الصغيرين والسن القانوني لتشغيلهم. الحاجه الثانيه مين اللي هيتعاقب، اللي عزب أمنية ولا الأب والأم اللي أهملوا في حق أمنية؟ حاجة الأهم بقى قانون الأحوال الشخصية. إحنا بحاجة أن ننظم قوانون للأحوال الشخصية يراعي في المقام الأول مصلحة الطفل المصري. هنطلع فاصل وهنرجع عشان نتكلم عن معاناة المحامين بعد 6 شهور من انتخاب مجلس جديد للنقابة. النهاردة بالتمام والكمال قفلنا 5 شهور، 21/3 انتخب مجلس نقابة جديد لنقابة المحامين. النهاردة احنا بنتكلم يعني حاجة 20/8، يعني بنتكلم في تقريبا 5 شهور. لازم لما يجي أي حد في أي مكان يعمل كشف حساب، أنا جاي أعمل إيه وعملت إيه عشان أشوف أطرح ده من ده وأشوف أنا أديت إيه. حقيقة المجلس ده جه بظروف خاصة فلم يقدم برنامج، يعني جه الأستاذ رجاء عطية على اختيار جبهة الإصلاح نقابي، اختاروا الراجل قبل الانتخابات بفترة وجيزة، الأستاذ رجائي ترشح لمنصب النقيب ومعه مجموعة. نجح المجلس مقسوم على 2، مجموعة من جبهة الإصلاح ومجموعة محسوبة على المجلس السابق بقيادة الأستاذ سامح عاشور. قلنا طيب سيبهم يا سيدي شوي عقبال ما يصفوا خلافاتهم ونشوف بقى الدنيا ترسى على ايه. حظهم جت كورونا، ما عملوش حاجه في الكورونا، قلنا ماشي ما يجراش حاجه، اهو شويه الكمامات اللي جابوها للمحامين
والموضوع يعني عدى بسلامة الله، مع أن مهنة المحاماة فقدت مجموعة ليست قليلة من المحامين نتيجة مرض كورونا. مش هنحمل المجلس أي مسؤولية ونقول لسه جم جداد ومشاكلهم وبيرتبوا البيت من الداخل وكل الكلام. بس عزيزي، ماذا قدمت لمهنة المحاماة؟ إيه اللي حصل؟ إيه الجديد؟ هتشوفوا وإحنا بنتكلم، محكمة في مصر أكيد كلكم عارفينها اسمها محكمة الزنانيري. محكمة الزنانيري هي محكمة مسؤولة عن قضايا الأحوال الشخصية. تخيل حضرتك أن الأستاذ الزميل المحامي ينزل الساعة 5 الصبح من بيته عشان يشوف المنظر اللي حضرتك شايفه معايا على الشاشة، وإحنا عندنا جائحة كورونا والدولة تنادي بالتباعد الاجتماعي. يا ترى يصح هذا الأمر؟ يصح إن محامي أو أستاذ محامي ينزل يقف في المنظر اللي حضراتكم شايفينه؟ ومين المسؤول عن هذا الأمر؟ مين اللي مسؤول عني وعن المحامين؟ مش النقابة؟ أنا مش عايزهم يزعلوا مني ولا يقولوا ده هجوم، أنت بتهدي النقابة، بتهدم النقابة، تفخخ النقابة. الألفاظ دي مش مقبولة في الوقت ده، لأن كلهم عندهم حسابات على السوشيال ميديا وبسم الله ما شاء الله يعني بيطلعوا يكتبوا لنا عليها حاجات جميلة جدا، لكن كلهم شافوا ده. شافوه. طب عملوا حاجة؟ لا ما عملوش. حصل حاجة؟ لا ما حصلش. طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن مجموعة من الأساتذة المحامين راحت تقدمت بطلب للسيد رئيس المحكمة لتغيير هذا الوضع. قال لهم طيب زودوا العدد شوية وهننظر في هذا الأمر. طب فين النقابة بقى من الموضوع؟ لا حس ولا خبر، ودن من تين ودن من عجين، ومحدش يزعل مني، ما أنا مش هشوفك بتغلط وهسكت. أنا من حق أنتقدك ومن حق أقولك إنك هنا غلط. كرامة المحامي خط أحمر، وقلنا وبنسمع وبنشوف بعينين. يا جماعة محتاجين بروتوكولات، يا جماعة محتاجين لجنة علاقات عامة في النقاب. طب دور هيكون إيه؟ دور هتنزل تقابل الجهات المسؤولة عشان المنظر ده ما يحصلش. المنظر انت شايفه ده ما يحصلش. هو المحامي يعني على فكره عايز اقول لكم على حاجه، مهنه المحاماه هي تاني اهم مهنه في كل دول العالم، تاني اهم من مهنه، والمحامي رقم 2 في الثراء في كل دول العالم الا في مصر. ليه؟ ده حتى سياده الرئيس في يوم من الايام يعني تعامل مع المحامين معامله رائعه، ولاول مره تحصل على كل الرؤساء السابقين أن يطلع رئيس جمهورية ويقدم اعتذار للمحامين في واقعة كده صغيرة حصلت. إذن هذا الرجل يحترم المحامين، إذن على كل قيادات الدولة. بس إزاي إذا كنت أنت في بيتك يعني مش واخد وضع؟ أقول لك إزاي مش واخد وضع. على السوشيال ميديا كده انتشر في فترة، وأنا الحقيقة مش هساهم ولا ساعد في نشر أو إشهار أو شهرة حد، بس احد الشباب المحامين لقى وسيله تشهره، فيقول لك ايه على السوشيال ميديا؟ مبروك يا مدام توتو، انت ومدام لولو حكم الخلع، انا منتظر شيك بقيه الاتعاب. ده على السوشيال ميديا، ده ترند، والنقابه شايفه الكلام ده وساكته. محدش قال له تعالى يا ابني اللي انت بتعمله ده غلط، تعالى تحاسب عليه. لا، ده بيطلع يهزر بيه والنقابه ساكته ما بتتكلمش. اساءات ومشاحنات وشتائم متبادله بين المحامين والنقابه ساكته ما بتتكلمش. المنظر اللي شفناه كلنا محامين مصر في محكمه الزنانيري بالشكل ده والنقابه ساكته ما بتتكلمش. طب امتى النقابه هتتكلم؟ طب انت جاي ليه؟ جاي تقدم ايه؟ دورك ايه؟ انا احكي لك موقف معانا شخصيا في احد المحاكم، كنت بحضر في جلسه درجه حراره مرتفعه، اوضه المحامين ما فيهاش تكييف، محكمه شمال القاهره عشان ما حدش يسال يقول فيها تكييف بس مش شغال يا فندم، مش شغال، ما عندكش موظف اداري داخل غرف المحامين يتابع اللي بيحصل. محامين يا عيني كلهم متكدسين في اوضه كلها تدخين ومفيش تكييف. طب لما انت بتعمل كده مع ولادك عايز ايه من اللي بره؟ ولما تيجي تحضر تحقيق في جنايه مثلا او في قضيه امام النيابه الليليه بالليل، النيابه المسائيه، اوضه المحامين مقفوله. طب وانا يعني هو وكيل النيابه ملزم يقعدني عنده؟ ولا رئيس المحكمه ملزم يقعدني في اوضه؟ ولا نقابتي ليها غرفه مفتوحه طول ما المحكمه شغاله؟ وده ما بيحصلش، ده دور النقابات الفرعيه ماشي، بس مين اللي بيراجع على الكلام ده؟ النقابه العامه. دي البدايه وليست انقلابا على الاستاذ ربيع عطيه، مع حبي الشديد ليه وتقديري ليه، ولكني
بنور يعني بدي ضوء، خدوا بالكم يا جماعة الوقت بيجري، دخلنا في منحنى خطر سيتخلى عنكم الرفقاء. ما أنا مش هقدر، أقدر أطلع أقول إيه إنجازات وإنت ما عملتهاش، مفيش. أخبار بروتوكول القيمة المضافة إيه؟ مفيش جديد تم فيه، مفيش جديد. إحنا النهاردة المحامي حصل له إيه؟ إيه اللي جراله وإيه اللي أضيف عليه؟ مفيش جديد. ما بقولكش أنا بحاربك أو بهاجمك، أنا من حقي أنتقدك، وهذا هو انتقادي لمجلس نقابة المحامين، مع احترامي وتقديري كلهم أصدقاء أعزاء، ولكن ده حق ربنا لازم يتقال. هنطلع فاصل وهنرجع عشان نكمل فقراتنا. خدوا بالكم موضوع مهم جدا عن المحضرين. وظيفة لسه موجودة في مصر، العالم كله اتطور وبقى يبقى فيه إعلانات إلكترونية، لكن في مصر لسه الوضع كما هو عليه. وظيفة المحضر قائمة. المحضر يا سيدي هو الشخص اللي بيجي يرن عليه جرس الباب ما بتفتحلوش لما بتبقى عارف يعني إن عندك قضايا. هذا المحضر وظيفته والأوراق التي يحملها منصوص عليها في قانون المرافعات المصري. طب المحضر ده بيجي لك بإيه؟ بيجي لك بإعلان قضية، إعلان شهود، يعني بأوراق اسمها أوراق قضائية أو إعلانات قضائية. طب يا ترى إمتى المواعيد اللي يجي لك فيها المحضر؟ المحضر ما يجي لكش قبل الساعة 7 صباحا، وما يجي لكش بعد الساعة 8 مساء، ولا يجي لك في العطرات الرسمية. يعني لو محضر جالك يوم جمعة ولا جالك في أجازة رسمية يبقى ده زيارة باطلة، لأن القانون نص ما يجيش قبل 7، يعني من 7 صباحا يجي لك لغاية 8 مساء. دي المواعيد اللي يجي فيها المحضر لحضرتك. طب في ناس بتعمل نصحة ويجي المحضر يرن الجرس يقول له والله أنا مش هستلم الإعلان، فاسمه امتناع عن الاستلام. إيه اللي بيحصل؟ على فكرة أنا كلامي ده للمشاهد العادي، عشان كده ببسطه يا جماعة، عشان المشاهد العادي يعني زملائي المحامين أكيد أكثر مني علما في هذه الأمور، لكن خليني أنا بقولها للمشاهد المصري عشان ده نوع من أنواع الثقافة القانونية مهمة جدا. طيب حضرتك بيجي لك المحضر فتقول له أنا مش هستلم الإعلان، تتهرب أو تتحجج بعدم وجودك أو ما تفتحش الباب. هنا المحضر لازم في ذات اليوم يعمل حاجة اسمها إعلان إداري. إيه بقى الإعلان الإداري ده؟ يتوجه لقسم الشرطة اللي هي جهة الإدارة ويسلمك الإعلان هناك، وخلال 24 ساعة يبعت لك جواب مسجل بعلم الوصول في صورة من الإعلان اللي كان جاي لك. إذن هنا أنت أعلنت؟ أيوة أعلنت، صح أعلنت، يعني الإعلان صحيح؟ آه صحيح. ما أنت عملت ناصح بقى وقلت مش هستلم الإعلان. مع عدم استلامك للإعلان مش معناه أنك ما أعلنتش، فده يديك فرصة في أنك أنت تتهرب أو يعني تتحجج بعدم استلامك الإعلان. لأن المحضر هيعمل إيه زي ما قلت لك؟ هيطلع يسلم الإعلان في حاجة اسمها جهة الإدارة اللي هي قسم الشرطة أو العمدة، أو على حسب بقى إذا كنا في قرية ولا إذا كنا في مدينة ولا في مركز. جهة الإدارة في المدن هي أقسام الشرطة، هيسلم الإعلان هناك ويقول أعلنته مع جهة الإدارة. ومطلوب من المحضر ده برضو في خلال 24 ساعة يعلنك بالمسجل. طيب إيه البيانات اللي لازم تبقى موجودة في الإعلان اللي بيسلمه لك المحضر؟ واحد، تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة اللي حصل فيها الإعلان. يعني لازم يقول انتقلت أنا فلاني الفلاني، ده اسم المحضر، في تمام الساعة كذا في التاريخ كذا للعنوان كذا. يبقى أول حاجة كده يذكرها الساعة والتاريخ اللي حصل فيها الإعلان. إيه تاني في الإعلان وجوبي وضروري ونص عليه القانون؟ اسم الطالب اللي هو بعت لك الإعلان، ولقبه وموطنه اللي ساكن فيه، واسم من يمثله ولقبه. يعني يجي يقول لك ايه كده فلان الفلاني ومحله المختار مكتب الاستاذ فلان المحامي، تمام؟ يبقى لازم يذكر الاسم واللقب والعنوان ومحله المختار. وايه كمان؟ رقم 3، البيان المهم، اسم المحضر والمحكمه اللي بيشتغل فيها. انتقلت انا سين صاد محضر محكمه كذا، لازم ده بيان واضح يبقى موجود. يعني هو خطهم واحد، ساعات ما لا يقرا يعني، لكن في النهايه ده بيان لازم يبقى موجود. اسم المعلن إليه ده رقم 4، اسم المعلن إليه ولقبه
وعنوانه وموطنه المختار لو ما كانش ليه موطن يعلن عليه. ايه الموطن المختار بقى بالنسبه للمعلن ليه؟ يعني انا ممكن مثلا اكون مسافر بره مصر مش قاعد، وعارف ان في بيني وبين فلان الفلاني بعض الصراعات القانونيه او القضائيه، فبعمل له انذار واقول له فيه ما تعلنيش على عنوان اقامتي، اعلني على عنوان فلاني الفلاني، وهذا هو موطن مختار اختاره الشخص الاعلان عليه. ده اسمه الموطن المختار. رقم 5 اسم وصفة من سلمت إليه الورقة. يبقى المحضر لما هيجي يسلم لحضرتك الورقة، سيانا أنت المعني بالإعلان، يعني أنت الأصل أنك تستلم الإعلان، هتمضي أنك استلمت إعلان، ويا سيدي اكتب استلمت الإعلان مع احتفاظي بكافة حقوقي القانونية على ما ورد بعارضة الدعوة أو بالإعلان، احمي نفسك. لو شخص آخر يستلم نيابة عنك، ابنك، مراتك، أي حد في البيت بيشتغل معاك، أخوه، أي حد بيستلم الإعلان عنك، بيكتب صفته اللي استلم بيها أو وكيلا عنك وتوقيعه على هذه الصفة. رقم 6 المحضر بيوقع على الصورة اللي تاخدها وعلى الأصل اللي معاه إن إيه تمت إعلان. تسلم الأوراق المطلوبة للشخص نفسه أو في موطنه، ويجوز تسليمها في الموطن المختار. وإحنا وضحنا الكلام ده، يعني أي إعلان بيتسلم لحضرتك أو اللي يمثلك أو في مكانك في موطنك المختار. طب زوخت، ما رديتش على الجرس، ما فتحتش الباب، هيعلم في جهة الإدارة. شوفوا موضوع المحضرين موضوع كبير، حبيت أديك بس نبذة أو نبذات عنه، عشان في ناس فاهمة المسألة غلط. يعني حد يكلمني يا دكتور وقال لي والله واحد محضر وما رضيتش استلم الإعلان. طب حضرتك ما أنت مش هتعرف القضية اللي عندك إيه، خلي حد غيرك يا سيدي يستلم، وفي الآخر الإعلان هيكون صحيح وهتعلن، هتعلن يعني الإعلان جاي لك جاي لك يعني. شوفوا أنا كنت بكلمك من كام حلقة كده على موضوع التجريس وركوب الحمار بالمشقلب، وقلنا إن السوشيال ميديا النهاردة هي أصبحت هذه الدابة، لا مؤاخذة يعني هي الحمار، عايزين نجرس حد نركبه الفيسبوك بالمقلوب. ودي الحقيقة يعني قصة قد تستخدم في تصفية الحسابات. أنا مش هتكلم عن واقع بعينها ولا هقولك إيه الواقع، لكن الأسبوع اللي فات حصلت حالة كده، بعض الفتيات بدأوا مدونة وفلان الفلاني عمل وعمل 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 وما ذكروش اسمه، يعني قالوا حروفه الأولى. الراجل طلع قال لا ده أنتوا بتقصدين أنا، وأنا هتخذ الإجراءات القانونية، وبدأ يدافع عن الناس. لغاية إمتى ستظل السوشيال ميديا وسيلة أو عقوبة، عقوبة التجري لغاية إمتى؟ يا جماعة اللي عنده شكوى من حد في جهة مسؤولة عن تلقي البلاغات والشكاوى، ألا وهي النائب العام أو أقسام الشرطة. حضرتك متضرر من أيمن عطلة عمل لك شيء، حضرتك اتخذ الإجراء القانوني السليم، اطلع قدم بلاغ، اطلع اعمل محضر شرطة. لكن أنا خايف من إيه؟ خايف إن القصة تبقى متجرة بأعراض الناس وشرفها. طب افرض يا سيدي الواقعة اللي بتتقال دي مش حقيقية، حتى لو بنسبة 1 في المليون، الشخص الذي تم التجريز بيه هيعمل ايه؟ هيتصرف ازاي؟ احنا دايما بين امرين هنا، اما قضية تشهير او قضية تجريس، يعني اسف تجريس اللي هو التشهير، يا اما الواقعة حصلت يا اما الواقعة ما حصلتش، واحنا قدام تجريس وتشهير. وفي الغالب هي بتبقى كده، لان انت لو عندك واقعة حقيقية، السوشيال ميديا ليست مكانها، ليست مكانها ان واحد يقعد يمسك كيبورد يكتب فلان الفلاني عمل فيا كذا 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 كذا، وعمل في فلان كذا كذا كذا، وساعات يبقى الكلام يصل لدرجة الإساءة والإهانة والطعن في الشرف والأعراض. وبتعمل ده وانت قاعد ما عرفش انت قاعد عامل ازاي، هتفرج على التلفزيون بقى ولا قاعد تحت البطانية ولا قاعد في الجنينة ولا قاعد، بتعمل ده ازاي؟ انت ساعات تتهم شخص بتهم تصل عقوبتها لحد الإعدام. يعني لما تتهم إن واحد اغتصب فتيات مثلا وصورهم عاريات وابتزوهم، اغتصاب يعني العقوبة فيه بتصل في قانون العقوبات المصري للإعدام، موقعة أنثى بغير رضاه. أيوه، تخيل أنت بتتهم واحد بهذا الأمر اللي العقوبة تصل كده، فين؟ على صفحة في السوشيال ميديا. لا لا، لازم نحترس، لأن الموضوع ممكن يتحول
ان يبقى ايه تصفيه حسابات. احنا داخلين بقى على انتخابات واستحقاقات بقى برلمانيه وغيره وغيره وبزنس يستخدم في الاضرار بالناس في يستخدم. اذا فتحنا الباب ده مش هنعرف نقفله، مش هنعرف. خلاص كل واحد قاعد يروح كاتب له كلمتين على الفيسبوك، اطلع يا جدع شير شير شير، بقت قضيه راي عام ونتلقفها ونبتدي نتكلم فيها. لكن احنا ناسيين جانب مهم جدا في المساله، ان هناك شخص اخر وأسرة أخرى وأسر وأفراد تتأذى من هذا الأمر. وفي حالة أن يكون الموضوع غير حقيقي هنا كارثة بكل المقاييس، لأن إحنا نجري ورا الخبر، ما هو يعني يقول لك هنجري ورا المصيبة اللي حصلت والإدعاءات، ولما يظهر براءة هذا الرجل مش هنهتم. يعني كمجتمع مش بنهتم، خلاص اللي حصل حصل. وبعدين الشخص ده في الفترة الانتقالية ما بين الاتهام على السوشيال ميديا وما بين أن تتحقق من براءته من عدمها، في فترة جاب كده الراجل ده يعمل إيه؟ يعني أنت لو بتتهم واحد بالتحرش وجيت طلعت على الفيسبوك وقلت فلان الفلاني ده تحرش بكذا وكذا وكذا وكذا، أنا هينفع أستقبله في بيتي يعني؟ حضرتك هينفع؟ الراجل ده يا عيني اتدمر، غير إنه بيتدمر أسرياً، غير إنه بيتدمر مهنياً، اتدمر مجتمعياً، وفي النهاية بنسبة كبيرة ممكن يطلع الكلام ده كده، يطلع حساب فيك هو اللي سايق الموضوع وبيجري بيه. لازم نقف ولازم نتعلم إن الاتهام له مكانه كمتأذي من شيء أو هناك وقع قد حدثت معك بالفعل، حضرتك كلف نفسك وانزل اعمل بلاغ في قسم الشرطة. وبعدين على فكرة الموضوع ما بقاش محتاج نزول. النهاردة النائب العام المصري مستشار حمادة الصاوي مشكورا وفر لك 100 طريقة لتقدم بيها البلاغ على الواتساب، اعمل ده على عندك صفحة على الفيسبوك اعمل ده، يعني لو انت مكسل تروح يعني اعمل ده على الواتساب، في رقم على الواتساب اعمل ده وابعت، وهم هيبعتوا يجيبوا المتهم ويحققوا معاه ويطلبوك عشان ياخدوا اقوالك. الموضوع يعني مش محتاج انك تروح وتيجي، الموضوع بقى سهل. لكن الناس بتطلب الزخم الاول اللي هو الدفع، الناس تتعاطف والاهتمام، دي بنعملها في كل حاجه على فكره، كل حاجه دلوقتي بنعملها. تلاقي واحد ما بقاش فيه خصوصيه، ما بقاش فيه، الدنيا بقت مفتحه على بعضها. والحقيقه كمان في ناس تطلع على شاشات وتقول كده فلان الفلاني عمل كذا وفلانه وعلانه والكلام ده، طب ايه؟ طب الراجل اللي بيتكلموا عنه ده حصل له ايه؟ ده حصل له مصيبه، مين جاب حقه؟ مفيش. عقوبة التجريس يجب أن تقف طالما في قانون يحترم القانون، ونحن دولة قانون، دولة مؤسسات، في نائب عام محترم، في وزارة الداخلية محترمة، في أقسام شرطة، في كل الكلام ده قدم شكوتك فيه لأن ده مهم. لكن ما نتعودش على الفهلوة ونتجاوز ونبدأ ننشر على الفيسبوك. أنا طولت شوية في الموضوع ده بس مهم، أنا كلمت فيه قبل كده وبكلمك فيه تاني وتالت ورابع، لأني أنا أخشى ما أخشى أن تتطور المسألة وتصير أو تصبح مسألة تخليص حسابات. هنطلع فاصل وهنرجع بعد الفاصل، عندي قضية مهمة جدا عايزكم تستنوني عشان تشوفوها. البرنامج ده كان بيتبنى مبدأ اسمه ازاي تاخد حقك بالقانون، وعشان كده لما كنا بنتكلم في الثقافة القانونية ونشرها في المجتمع هو عشان تعرف حقوقك القانونية ايه وتعمل ايه عشان تاخد حقك بالقانون. انا والبرنامج ومعديه وكلنا ضد فكرة ان الانسان ياخد حقه بدراعه. والحقيقة دي كانت من الحاجات اللي أثرت في الواحد في رمضان، لأن أحد المسلسلات كان يعني كان دي رسالته إن هو اللي ياخد حقه مش عارف في 9 أيام أو إيه، وانفعلت جدا. لكن أنت بتعمل حاجة وتحاول ترسي مبدأ يجي لك واحد في 3 أو 4 حلقات يضيعهولك، إن هو الفكرة إن الناس تتعلم إن لما تحصل مشكلة أو أنا ليا حق أدور عليه بالقانون. ثم تحول هذا الأمر للقانون حياة،
قانون داخل في كل حاجة، أي حاجة بتعملها فيها قانون. عندي واقعة مهمة جدا حقيقة عايز أقولها لحضراتكم، ودي نموذج لست مصرية بسيطة نفذت المبدأ ده، إزاي تاخد حقها بالقانون. تعالوا نتفرج على التقرير ده ونرجع عشان نمسك الموضوع، لأن الموضوع ليه جوانب كتيرة جدا هنتكلم فيها بعد ما نعرض التقرير. ضربوني وقطعوا أرضي. أنا محمد سافرت ليبيا أقوم مستقبلي، لأن أنا عندي أخت على وش جواز. رحت ليبيا هجرة غير شرعية، رايح عشان أجيب جنيه. جه واحد جارنا بناكل أنا وهو في طبق واحد، جاري بيته لازق في البيت. قال لي يا محمد أنت راجل بتعرف تقرا وتكتب، تعالى امسك لنا حسابات المحل. اكتشفت واحد بيبيع حشيش والتاني بيبيع حبوب. كان ليا جمعية هناك كنت قبضتها وقمت بعتها لوالدي، قلت لهم يا رجالة أنا واخد بعضي وراح لولاد خالتي طرابلس صفوا لي أنا ما عدتش شغال. قام حاط المطوة على رقبتي سن المطوة، والتاني قام مكتفني مرة فكر بيهزروا، قام مكتفين لازقين على إيدي بقرة لزق، قعدوا يطفوا فيها سجاير ويضربوني وعورونه بالكوباية وبالحزام. فقلت من الضرب والتعذيب قلت أنا متكتف إيدين ورجلي. ضربوني وهتقوا عرضي. أنا عايز حق ما يرضي الله ورسوله عشان أقدر أمشي في وسط الناس، مش أرفع راسي. المؤاخذة عن الواحدة بتعمل كده وتتجوز، لكن من بالك أنا واحد يحصل معايا كده. أنا كنت هتهبل، ما بقتش عارفة أنا هعمل إيه. جه متهم من اللي اغتصبوا ابني، وأنا ساعة ما جه قررت أجيب حق ابني بالقانون. رحت عشان أعمل بلاغ في المركز، بعتوا المخبر يجيبوه، طفش. أنا بقيت ألف عليه، لفيت عليه دمياط الجديدة، لفيت عليه المنصورة، لفيت عليه القاهرة، وسلمته في اسم عين شمس. عملوا كده في ابني عشان ياخدوا فلوسه وشقاه وتعبه في الغربة، وعشان هو اكتشف ان هم تجار مخدرات. كتفوه ايدين ورجلين وبق واغتصبوه، يعني هم صوروه عشان يذلوه، بس الفيديوهات دي اللي هتكسر عينه وهي اللي هتجيب له حق. نار نار بتقيد في جدتي، يعني ما اشوف ابني كده بيصرخ ومحدش سامع صوته، مرمي زي الدبيحة وبيشفوا فيه زي ما هم عايزين. انت كنت في كافيه هنا والواد قال كده، قال ده في كافيه بيبيعوا فيه حبوب وبيبيعوا فيه مخدرات، وابني ما رضاش يمشي في سكتكم. عايز انا عايز اعدام العيال دي، انا عايز اعدام، بطالب اعدام العيال دي، وعايز الواد اللي بره ينزل. المؤاخذة عن الواحد تعمل كده وتتجوز، لكن من بالك واحد يحصل معاك. قصة محمد، محمد شاب مصري يعني نشأ في أسرة بسيطة، حب إن هو يعني يساعد أهله، هو قال بنفسه إنه سافر ليبيا بطريقة غير شرعية، الهجرة غير شرعية، هو قال. دي الحقيقة دايما نتائجها بتبقى كده، إما غرق إما مشاكل بره، لأنه هو مش قاعد بشكل رسمي. محمد كان قاعد مع بعض الأصدقاء هناك في ليبيا، وبعدين كان شغال في مكان بياخد راتب معين، فجم قالوا له يا ابني انت من بلدنا ومن اهل بلدنا وتعالى واشتغل معانا. راح اشتغل معاهم، عرفوا ان محمد عامل جمعيه اللي هي يعني ناس بتخش مع بعض تدفع فلوس كل شهر، ومحمد قبض وعرفوا ان معاه مبلغ يعني مش قليل، فقالوا تعالى يا محمد بالليل احنا سهرانين سوا وبتاع. اخدوه وقالوا له هنلعب لعبه، كل واحد فينا هيربط نفسه او هنربط حد ويحاول يفك نفسه، واحد في التاني في التالت، ده يفشل ده ينجح ده يفشل. الموضوع بقى هزار وضحك. محمد ربطوه طبعا ما فكش نفسه، ثم حسب رواية محمد اعتدي عليه جنسيا، وتم تصوير هذا الأمر بمقاطع فيديو. الحقيقة عجبني دور الأم والأب هنا. الأب صمم على نزول ابنه ما يبقاش هناك في وسط المتهمين بهذا الأمر، خاف على ابنه أن يرتكب جريمة، فطلب
من المقربين انهم يضغطوا على محمد ينزل. ولما نزل محمد الام دورها بدا، قعدت معاه فهمته ان في قانون في البلد هيجيب له حقه. فعلا الولد اللي هو متهم ب يعني الفعله دي مع محمد نزل للبلد، تدخل كبار العائلات، حكموا عليه انه ما يقعدش في البلد ويغادرها وما ينزلش غير مرتين بس اذا امه او ابوه توفوا، ينزل الاثنين ويمشي، اللي هي فكره التغريب. ودي قضيه تانية بتحصل، ان المجالس العرفيه في مصر تحكم حكما ليس في القانون المصري الا وهو التغريب، ان نقول لفلان خد بعضك وانا هكلمك في الموضوع ده بس بعد ما اخلص قصه محمد يعني. حكموا عليه كده، الولد ما سكتش، رايح جاي على البلد ويستفز في محمد. الست حست ان ابنها هيرتكب جريمه، شاب بقى وطبعا بدا يعاير بهذا الامر، راحت عملت محضر في اسم الشرطه، عقبال لما جه اسم الشرطه ياخد الولد، الولد هرب. وخشيت الام على ابنها قعدت تدور عليه في 7 مراكز، من الحمول اللي هي بلد محمد دي بعد كفر الشيخ كده بشويه لغايه ما جه عين شمس، تنتها وراه تتتبعه خطوه بخطوه لغايه لما تم القاء القبض عليه في عين شمس، وهو حاليا بيتم التحقيق. ما احبش نتكلم طبعا عن تفاصيل القضيه طالما هي في تحقيق. انا حابب اقول لك ان ست بسيطه جدا اعتقد لا تقرا ولا تكتب لجأت للقانون، والقانون هنا نصفها، نصفها، عملت بلاغ واتقبض على الولد هيتم التحقيق معاه، زي ما هي قالت في المقطع اللي شفناه ان الفيديوهات اللي هم صوروها له للضغط عليه بالامر ده هتبقى ادانه ليهم. الست دي فاهمه، فاهمه قانون. اذا بتدينا درس ام محمد، ايه الدرس؟ ان هناك طرق شرعيه يجب ان تتخذها للحصول على الحقائق، يعني بالبلدي كده ازاي تاخد حقك بالقانون. تيجي تقول لي بقى اصلي مش عارف ايه، لا يبقى انت مش شاطر، لان القانون المصري في كل الامور. والحقيقه احنا عندنا مشرع بيلاحق المساله، يعني لما اتكلمنا في قضايا التنمر المشرع المصري صارع وبادر بهذا الامر. ايه بقى عقوبه التغريب دي يا سيدي اللي انا كنت عايز اقول لك عليها؟ عقوبه التغريب دي زيها كده زي عقوبه التجريس. يعني احنا لينا مصطلحات مجتمعيه غريبه شويه. دي بتحصل في القرى والنجوع والاماكن اللي هي يعني الريفيه، اللي يحصل ان خناقه تقوم بين مثلا عيلتين، يحصل جريمه قتل، يحصل اي ما يكون، يقعدوا كبراء هذه البلد يتفقوا على ان دول يطلعوا يسيبوا البلد ويمشوا وينفذ هذا الحكم، ينفذ. دي اسمها عقوبه الابعاد او التغريب. في بعض الدول بتتخذها كعقوبه لما يكون حد جاي من بره البلد وعمل جريمه فيعملوا له ابعاد. لكن جوه البلد بقى تحصل هنا في مصر ان ناس تقعد تتفق وبتنفذ هذا الحكم، انها اسمها عقوبه التغريب. حبيت اقولها لك، في بعض العقوبات المجتمعيه هنبقى نفرد لها حلقه، التغريب والتغريب والتجريس، عقوبات كده المجتمع المصري خلقها وبقى يطبقها موازيه للقانون المصري. احنا بكره عندنا حلقه مهمه جدا عن الانساب، النسب ما بين الانكار والاثبات. كلكم متعودين على ان الراجل يعني بينكر نسبه للولد او البنت، الطفل يعني، ويقول انا مش ابوه. الجديد بقى في الموضوع اللي هنتكلم عنه بكره ان شاء الله في حلقه مهمه جدا، عن اب بيقول ان الابن ده مش امه دي، انا ابوه بس مش امه دي اللي هي تدعي انها امه. حلقه يعني ممتعه هتشوفوها ان شاء الله وهتعجبكم. كده انتهت حلقتنا النهارده، وان شاء الله على وعد بلقاء غدا في تمام الساعه 5 مساء، والافوكات والقانون حياه.